معالي وزير الصحة يوم عاش. حياك الله، اكتب الله أجرك، بس الله خير، سلمك الله. نحمد الله على ما جاء. بخير الله يحييك. هذا وكيل الأمارة محمد بن جريس. أنا وجهت الحين مدير الكهرب، مدير التعليم. أعطونا ماي. تابعكم كلهم. مدير الكهرب هنا. سمو الأمير ودنا صوتك ينسمع. طويلة العمر. وجودك اليوم شرف لي شخصيا، انك تعنيتي السفر رغم ظروفك، لكن هذا الشيء مقدر لي الله يهديك. الحمد لله. مدير الكهرباء سم طلبك يتم ادخال التيار الكهربائي للجامع اللي امرت فيه فورا. ابشر. تفضل. مدير التعليم يتم تنفيذ ما امرت فيه بنقل ابنتها الى وظيفه مدرسه القاده والطفوف مبكر عمل الحال حسب الطلب الموجود. شكرا. شكرا. شكرا طبعا. شكرا يا حبيبي.